هني إذا تبون ملابس رياضية، تبون ملابس بيت، هذول وايد حلوين كنت ألبسهم بالشتا. حتى عنده في قطع اللي تصير شورت وحفر ونفس كارديجان شي تضغطون فيه بالبيت. خلو أوريكم، شو هذا حلو، شو هذا، دقيقة كاهو كان أقول حاطة عليه فيبر. شوف في 3 درجات، في رمادي وفي هذا البيج وفي الأسود. شوفوا وايد حلو، حتى ماخذة من عندهم روب حق الحمام وشي خامة الفوطة، حجيب اتنشف الماي من الجسم. وتذكرون البليزر اللي كنت لابسته الأبيض بالأزرق؟ تقدرون تدشون صوب البلايز وقمصان، أو تدشون وين، جاكيتات ومعاطف. يعني كل الجاكيتات تلقونه، يعني شوفوا هذا الجاكيت الوردي حلو تلبسونه مع الجينز اللي توا وريتكم اياه، او حتى مع الشراويل اذا عندكم شروال يطلع خيال، مع كعب، مع فلات، مع جوت رياضة. شوف هذا شحرات عندي منه الأبيض، شوفوا الجاكيت الجينز. شو هذا القميص ينن، هذا طلبته وايد حلو، حتى نفانيفهم وايد حلوة. هذا بطلبه، أحب خامة الباندج، هذا عندي اياه وايد حلو قاعد ألبسه مع الجينز الأبيض. هذا عندي اياه راح ألبسه أصور فيه. هذا عندي اياه، هذا عجبني، هذا عندي اياه. شو شحالاته، شو شحالاته، هذا ينن وعلى اللبس ينن، لبسته بعيد ميلادي السنة اللي طافت تقريبا، كان لوك الشعر كذي ينن، وكنت مسوية تان ينن. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.